كان شي حد اللي خارق القانون هي الإدارة، هي إدارة عنزة. سي اخبار قناش فضلتوا ديروا وقفه حدا شركه الزم، ما فضلتوش ديروا حدا مقر جامع الدار البيضاء اللي العمده ديالها هي رئيسه مجلس التعاون اللي تدبر قطاع النقل الحضاري؟ احنا كان بودنا احنا جايين على مراحل، احنا عندنا وقفه هنا يوم الثلاثاء في هذا اليوم يعني 27، وعندنا وقفه امام مجلس المدينه، ولا اقتضى الحال غنديروا مسيرات. لماذا؟ لان باب الحوار اقفل في وجهنا، وعدوا لنا ديال مجلس المدينه، جلس مع لعيبه العمده من يمثلوها، فتحوا معنا الحوار، اعطينا بالقانون الاساسي اللي هو كيضمن لنا الركوب اللي فيه واحد البند 68 تيخون لنا الركوب في سن التقاعد بالنسبه لنا حنا الارامل وداو الحقوق، ووعدونا علينا وعطينا لهم اللائحه وفاوضونا، حنا غادي نشوفوا، ولكن كاين غير التماطل والتسويف، بلاتي حنا انتظرنا هذا المجلس الجديد، بينما المجلس السابق هو اللي جات على المكتسبات ديالنا، انتظرنا هذا المجلس الجديد، وعدونا على انهم غادي ياخذوا القضيه ديالنا بجديه، ولكن بقات المساله ديال مراوغات تماطل وتسويف الى يومنا هذا. الله يخليك، قال لنا زوجنا حياتنا كلها في هذه الشركه وحريق بنينا وحنا اللي درنا كل شيء، ومع الاسف حتى حاجه ما بان لنا والو. انسان تيخرج يقول انت باش ياخذ راحته، باش ياخذ واحد راحه شامله وغادي يتحرم شويه، وهذو دار لنا موت قاعد. ما كانش يجيبوا معنا ما تجي حاجه، يصلي يطلع الطوميس يدوزوا الكوميساريه حشومه كاع عار. هذه البطاقه اللي عطاتها لنا اللي خولها لنا القانون الاساسي اللي ديال شركه الزا اللي باقا كتخدم به دابا الان، اللي هو معمول به الان، كل شيء البنود كتطبقهم الا بند واحد 68. 68 ما كتطبقوش اللي فيه البطاقه ديال الركوب بالمجان للجامعه المتقاعدين ديال النقل الحضاري اللي حاولت تمنعهم من الركوب واستعمال حقهم في الركوب عبر الشبكه ديال النقل في الدار البيضاء. وهذا هما هذا خرق للقانون وخرق وتعسف ضد هذا المتقاعد اللي فنا كل عمره، كاين اللي عنده 40 و42 و38 38 و30 عام، خفناها فنا عمره في النقل الحضاري بالدار البيضاء، كنا كحنا جزء من امن الدار البيضاء، وكنامنوا التنقل ديال الطلبه، وامنا التنقل ديال العمال، وامنا الطلب ديال المواطنين، وحتى بالنسبه لرجال الامن كنا كنامنوا لهم التنقل. تنطلب من الشركه ديال الزا بانني راني الناس كاع مراد مساكن، وانا مريض الشركه حاليا، وبطاقه ما بغا يعطوها ليا، وراه نعاود نقولها لكم، راه لو وقعت شي حاجه تحمل المسؤوليه ديالي. حنا تقريبا ما فوق 30 يدنا ممدوده، ما بغينا ندخلوا في يعني في احتجاجات باش نحافظوا على الامن والسلم ديال بلادنا الحمد لله، ولكن اقتضى الحال، لانه نفذنا جميع الطرق، ووعدونا هاد الناس، والناس ديال مجلس المدينه جالسين تما كيطلعوا للشراجم وما عطاوناش اعتبار، ماشي تدير لي بيرو، عندك سياره كدير 98 مليون 100 مليون، حافظ عليها انت وتحافظ على التقاعد ديالك، وانا بطاقه بخمسه درهم تحرمني منها، واش ماشي حيف هذا؟ هذا راه ظلم. ما عندهم البطاقه اللي كيديوها الاخوان ماشي ديالهم، ما عاطينهاش هما، عاطيها المدينه بيس ودايره فيها الصفه متقاعد كهويه ديال هذاك الانسان، واش من حقهم يديوها ليه؟ ماشي ديالتهم، لا تيديوها ليه، لا داوها ليه، يديو ليه كبوطو، يديو ليه البطاقه الوطنيه، ما عندهمش حق يديروا هذا، ما عطا ما خولش من حق ياخذوا البطاقات، هذا اللي كاين. وما يبقاوش يتلقاو الاخوان ديالنا في الطوبيسات، غادي نركبوا بالمجان، غادي نستعملوا حقنا المهضوم، وغادي يركبوا في الطوبيسات، ولا بغاو يزيدوا في الشطاط يزيدوا فيه. وحنا دبنا حنا اللي بنيناها، واش يسالي بيا وانتم تريبوها وعشومه، وطلبوا الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي ياخذ لنا حقنا.